صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. حلقة جديدة من برنامجنا عيشها ببساطة، وزي ما بنقول دايما ان البرنامج هو بنوجه دعوة من خلاله ان احنا نعيشها ببساطة. والنهاردة صاحبة الدعوة بنوتة جميلة جدا اسمها مريم اشرف، ووالدتها استاذة الهام ابو سمرة. اهلا وسهلا بيكم، قولي لي اسمك كده. انا اسمي مريم اشرف محمد ابيب السبكي. اهلا وسهلا بيكي، انت فنانه مش كده؟ طبعا. بتعملي ايه؟ بترسمي ايه؟ انا كريوم عاصم مها عاصمة ليلى اسمين وإلل سوايد ميرا. سنوايد صح وميرا. طب جميل، وانت اللي بتلونيهم يعني، بتشوفي الشخصيات وتلونيهم. طيب هسأل ماما كده بقى، البنوته بقى الجميله دي عندها كام سنه؟ عندها 21 سنه. 21 سنه وهي بتقول عارفه برضه. جميل جدا. قولي الدكتور انت عندك كام سنه؟ عدي سنه 21. سنك 21. جميل. وكسبتي بقى في حاجات وجوائز وحاجات كده. تمام. هي اشتركت في ايه بقى حاجات؟ يعني انا شايف دي شهاده هيت عن موضوع الاتيكيت اسلوب حياه. ده كان ايه بقى؟ ده كانت في الزاويه الحمراء المكتبه يعني. مكتبه مصر فعلا. هو بيعمل مؤتمرات وحاجات كده، فاحنا بنحاول نوديها على اساس ان هي تبقى في المجتمع يعني. طبعا طبعا. وتعرف حاجات جديده. بتعرف وبتتعلم. انت واخده انت كمان شهاده يعني، هي انت وهي. طيب اتعلمتي ايه في موضوع الاتيكيت ده؟ يعني بتسلمي على الناس ازاي؟ بتاكلي ازاي؟ انا اسه عاجل كل يوم. عاجل سكينه وشوكه. برافو عليك. سكينه وشوكه بتمسكيهم عشان خاطر تاكلي مش بايدينا يعني. تمام. بعد كده ناكل وبعد كده روس و... ده الشكل كده. ونغسل سناننا اكيد. طبعا. هغسل سناننا بالظبط. مش لازم مش روج على طول كده، هنروح على روج على طول كده. لا الروج ده واحنا عسل سناني، عسل وشي واجلي وسهر كده. طب ولما تقابلي حد تسلمي عليه بقى بايديكي تقولي له كلام حلو، ده برضو من الاتيكيت؟ سحمنا وكلنا كده. هي ليها برضو حاجات مواهب تانية او حاجات تانية غير موضوع الرسم وغير موضوع الاتيكيت والحاجات الحياتية دي؟ هي بتحب الخروج برضو وكده، وبتلعب وبتجري وبتعمل حاجات كويسة هي اللي بتعملها لنفسها يعني. جميل. انت قلتلي من شوية كده انها بتعمل حاجات على الكمبيوتر يعني. عايشة مع الكمبيوتر. لا، في كل حاجة اللي بتفتحه هي اللي بتتعامل معاه، بتتعامل مع كل مع برامج، بس هي ما بتخاطبش بيه حد. تمام. يعني هي مريم كمبيوتر. ايوه مريم كمبيوتر. ده اسمها. اسمك مريم. مريم نت. مش مريم كمبيوتر. مريم نت ولا مريم كمبيوتر؟ نت. الاثنين كمان. طيب مش ده انت كده عايشه حياتك وشويه كده وهنلاقيكي عامله بقى ايه تيك توك، وتعملي بقى فيديوهات والناس تديكي متابعين وفنانين وحاجات. ناوي على كده؟ صح. وتنافسيني وتيجي تشتغلي مذيعه هنا مع معانا؟ شاء الله. ان شاء الله. الله الله الله. انا كده خاف على نفسي بقى يعني. لا 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 ما اقدرش يا دكتور، ربنا يخليك. طيب بتغني او بتقولي حاجه شعر او حاجه كده يعني؟ بتغني مثلا لحد معين، اغنيه معينه بتحبيها؟ ده انا ايش احب الشعر. يا تقولي لي شعر يا اغنيه اللي انت حباها. دي شعر. شعر دي بقى بتاعي حكايه داعي. عاصمة شعر مجه مهم يعني. بلوت اللي فيه شعر لمنس كاسي. تمام. يعني انت حابه الشعر اللي هو الناس بتقول كلام صح شكله حلو كده مع بعضه وبيوصل رساله اللي هم بيطلعوها بعد كده. عمرو دياب يطلع يغنيها. محمد منير يطلع يغنيها. عمرو خياب خني و فعلا حاجات دي. طيب انت بتحبي عمرو دياب
ولا بتحبي محمد منير ولا علي الحجار؟ الاثنين. الاثنين؟ لا بس في واحد اكتر شوية. اتنين زي بعض. اتنين زي بعض ماشي، انت دبلوماسية جدا مش عايزة تزعل حد. طب بتحبي مين من الفنانات او المطربات يعني؟ المطربات احب السيدات اللي هو السيدات يعني. ام كلثوم مثلا؟ احب اسمه خنية دابوسي، ومعانا داني حسن الرداد. انت بتحبي حسن الرداد؟ وانا بحبه والله جدا يعني، ده واحد بسط جدا فعلا فعلا، هقابله كل يوم هقابله كده. انت عايزه حسن الرداد؟ انا عسى عبر يا حسن، عمو حسن الرداد الرداد، عشان هو يعرف ان هو مش اي حسن، انا في حسنات كتير حسن يعني. طب وعايزه تقابلي مين كمان؟ حابه تاني بقى اسمها لالا خالد. لولا خالد وخالد خداد، خالد عجاج. تمام. واسمها ماما رضا. طيب لا انا بتكلم دلوقتي على عايزه تقابلي مين في الحياه. حي يعني عابر السيسي تلوى، الرئيس السيسي، رئيس الدولة. السيسي هايل هايل، هو الرئيس السيسي على فكرة بيحبكوا جدا، بيحبك انت وبيحب ناس كتيرة، وحضر حاجات كتيرة جميلة وكان كلهم حواليه يعني. لو مريم هتقابله طبعا، هو ممكن يبقى فيه من خلال البرنامج دعوة، بس في برضو طريقة تانية، ان في ناس تانية موجودة مش متذكر طبعا اسماء، في جمعيات وحاجات كده مهتمية طبعا بمريم والناس اخرى. جدها عايزة سيسي الدلوة طه سيسي، وجدها عايزة عسى عابل روح جنينة وعربية يعني هتخليك جنينة كمان، ده جميل جدا. عندها عربية تروح له بتقول لك، وعايزة تقابله عشان هي عايزة تقوله على حاجة، وعسى روح جنينة. برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له، هو ادانا ثقافه ان احنا نحب الاولاد دي. طبعا طبعا، يعني كنا الاول، لا كنا الاول نخبيهم ونستخبى ونبقى محروجين ومكسوفين، انما لا هو بصراحه ادانا دفعه جامده ان احنا نظهر اولادنا دول ونشوف هو عايز ايه وبيعملها لنا. يعني انا ابتديت اعمل لها كارنيه كفل وكرامه ده من سنه وعملت لها معاش من سنه برضو. ربنا يبارك لك. اقصد اقول لك الرئيس السيسي بصراحه الله يبارك له يعني، ويسعده يا رب ويبارك له في عمره ويبارك في الجيش والشرطه والشعب. هتدعي له بقى يا مريم صح؟ طبعا بتحبه. الحمد لله. ما انا حاسس انا الناس مش شايفه الضحكه اللي هي بتضحكها كده وهي مبسوطه وبتتكلم عليها. قوي لا دي مريم بتحبه قوي. ربنا يا رب يجمعنا بيه وحضرتك والله ان انتوا لبيتوا لنا الدعوه هنا. لا انا مبسوط كمان من حضرتك ان انت عملتي مجهود كبير معاها ومع اخواتها، وخدت الامور ببساطه، قابلت التحديات كلها. انا مبسوط قوي ان انا قابلتك النهارده يا مريم، وهنصور بقى معاكي فيديو كده عشان الناس تشوف بقى الحلوه وتشوف الشعر الجميل والحركات اللي انت عاملاها في شعرك دي، ونحطها على الفيسبوك بقى عايزين نكسر الدنيا ان شاء الله. وتقولي برضو ان انت بتوجهي الدعوه لمقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا، وان شاء الله ربنا يعني يسهلها ونقدر نبقى نوصل صوت استاذه مريم ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذه مريم اشرف واستاذه الهام ابو سمره، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية معاكي. ميرسي يا هلا بخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا جزيلا. عيشها ببساطه ببساطه. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.